تحياتي لكم جميعا. احنا كنا اتكلمنا على البوكسين الاولانيين تحت البيشنت داتا اللي هم الكورنيا فرونت والكورنيا باك، اتكلمنا على اهميه كي 1 وكي 2 في تصحيح المايوبيا والهايبروبيا. طيب هنيجي بقى ايه للبوكس اللي تحتيهم اللي هو البوكس الرابع تقريبا، وهو الايه الباكي داتا او الثيكنس بتاعنا. الثيكنس بتاعنا عشان نتكلم احنا الاساس بيطلع لي الثيكنس في ثلاث نقط اساسيه بالمايكرونز، هو ده الثيكنس في البيبل سنتر، وبتبقى دي السيمبل بتاعها اللي بيبقى نازل على الخريطه، وممكن يبقى نازل وممكن ما يبقاش نازل حسب ما انت تختار في السيتنجز. بعد كده الباكي ايبكس اللي هي سنتر اوف ذا كورنيا بالظبط، والثينست لوكيشن. لكن احنا كمان عايزين، وده الرمز الباكي ايبكس وده رمز الثينست لوكيشن. الرمز ده مهم جدا لان الثينست لوكيشن دي مرجعيه هامه في كل خرائط وكل الداتا بتاعه الايه البنتاجرام. الثينست لوكيشن عيننا دايما بتدور عليه. الرمز بتاعها هو الرينج الايه الدايره دي رمز الثينست لوكيشن. حتى لو لقيت الرموز الثانيه مش نازله مش مشكله، لكن ده بيبقى لازم نازل لك على المابس كلها. طيب احنا عشان نحدد احداثيات كل نقطه او موقع كل نقطه هنعمل زي ايام المدرسه كده الرسم البياني اكس وواي، تمام؟ تو اكسيس اكس وواي، الاكسيس دي بتتقاطع في نقطه السنتر اوف ذا كورن اللي هي الباكي ايبكس. فاذا الباكي ايبكس اكس وواي بتوعه هما زيروهات طبعا، لان هو ده النقطه بتاعه باكي ايبكس. بالنسبه لاي نقطه ثانيه بقى نقدر نحدد الاحداثيات بتاعتها، يعني الواي فوق بالبلس وتحت بالماينس، والاكس يمين بالبلس وشمال بالماينس. يعني لو النقطه اي نقطه مثلا ولتكن الثينست لوكيشن وقعت في هذا المربع، يبقى هتبقى قيمها بالبلس بلس وبلس واي بلس واكس بلس، وعلى حسب بقى بالمليمترز هي بعدها قد ايه عن الباك ايبكس. وكذلك لو هي في المربع دوت هتبقى بالماينس اكس واي بالماينس. طبعا المربع دوت اكس بالماينس انما واي بالبلس، ودوت واي بالماينس واكس بالبلس. مهم جدا في موضوع الثينست لوكيشن هو قد ايه بالمايكرون، والواي كوردينيت بتاعه قد ايه. يعني بمعنى اخر قد ايه الثينست لوكيشن دوت مرمي لتحت، لان في معظم الاكتاتيك كورنيال ديزيزز بالذات الكيراتوكونس او الكيراتوكونس سسبكت او السب كلينيكال كيراتوكونس ايا كان التعريفات الحاجات دي، مهم ان انا الثينست لوكيشن دايما في الامراض دي بتبقى مرميه لتحت بفعل الرابنج وبفعل الجاذبيه وبفعل حاجات دي. فمهم الواي كوردينيت بتاع الثينست لوكيشن. مثلا ده المربع بتاع الثيكنس عندي، ادي البيبل سنتر بالبلس اهو علامته اللي هي علامه البلس، والثيكنس الباكي بتاعه بالمايكرون 475، ودي الكوردينيتس بتاعته الاكس والواي بتوعه. الباكي ايبكس بتاعي ده الثيكنس هنا اهو بالمايكرون، والكوردينيتس بتاعته اكيد هي بالزيروهات كله. الثينس لوكيشن وعلامتها رمز الرينج، ده الثيكنس في الثينست لوكيشن، ودوت الكوردينيتس الاكس. اهم حاجه عندي قلنا ايه الواي بتاعه هنا ماينس 0.778، يعني ما عداش ماينس 1، ما عداش ماينس 1 مللي. لو عدى ماينس 1 مللي ده هاي ريسك، تلغي الحاله دي على طول. اما لو هو بين النص بين 0.5 وواحد ملي، ده كده انت في مودريت ريسك فاكتور، يعني العيان دوت بوردر لاين كده زي الحاله دي. طبعا ده بوردر لاين كواي، انما هنا السينس لوكيشن تخليه كمان ده تحت ال 470. يعني معنى كده ان الحاله دي لو انت رايح تعمل له تسلم عليه كده وتروحه وتقول له ايه، يعني ان شاء الله ايه يكمل على نظارته او يكمل على العدسه لاصقه او يعمل اي حاجه ثانيه او يتثبت حسب بقى ظروفه ايه. وكذلك الكي ماكس طبعا ده القيمه المهمه بتاعنا بنبص عليها، والكوردينيتس اهم حاجه الثينست لوكيشن والايه الواي كوردينيت بتاعه. كذلك هنا البيبل سنتر الباكي ايبكس الثينست لوكيشن كام هنا 495، يعني تحت ال 500. الثينست لوكيشن بتاعه كام؟ ماينس 1.3، يبقى هنا ده مرمي تحت قوي، ده كده ده هاي ريسك.
والفرق كمان بين السيلز لوكيشن والباك اوردرز. تعالى بقى نشوف الايه اخر مربع تحت اللي هو المربع الخامس، في شويه حاجات من تجميعات كده ميسيلينيس كده هنشوف هي ايه. اول حاجه الكورنيا فوليوم. الكورنيا فوليوم هنا دوت انا عندي، عشان انا عندي من وايت تو وايت وعندي الثيكنس اول اوفر، فقدرت احسب الكورنيا فوليوم بالمليمتر الكيوب، بس ما لهاش سيجنيفيكانس، مش لاقين لها لسه سيجنيفيكانس كرقم نقول مثلا ان هي لو فوق كذا تبقى دي تطمنك او تحت كذا تقلقك، ما فيش الكلام ده لسه. التاني نقطه هي الكراتومتريك باور ديفيشن اللي هي هنا واخده بلس 1.1 من 10 دايوبتر، قال لك لو هي معديه ال 1.5 دايوبتر ده كده ممكن يبقى كيراتوكونس او عامل ريفراكتيف سيرجري قبل كده او كده. طيب الشامبر فوليوم هنا ده هنا 126 ملم كيوب. لو هو وانا بفكر اعمل للعيان ده فيكيك اي او ال، لو هو تحت ال 100 ملم كيوب اقلق ما اعملوش. الانجل كذلك، الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر هنا قايسها لك، مهمه في الجلوكوما ومهمه في الفيكيك اي او ال. لو تحت ال 30 ديجري كونترا انديكيت ان انا اعمل له فيكيك اي او ال. هنا برضو الاي سي دبث، الاي سي دبث هنا متقاسه من الانتيريور طبعا لينس كبسول الى الاكسترنال، ده يعني لحد الابيثيليوم، يعني داخل معايا هنا ايه الثيكنس بتاع الكورنيا كمان. لو انت عايز بقى الاي سي ديبس ادق يبقى تبقى ظابط السيتنجز ان دي تبقى ايه انترنال، وهيطلع لك الرقم. ما دام الرقم معدي 3 مللي يبقى ده اكسبتد ان انا اعمل له فيك اي او ال، لو مش معدي يبقى دوت كونتر انديكيتد ان انا اعمله. كذلك هنا البيبل دايمتر، البيبل دايمتر هنا المفروض يتقاس في الميزوبيك كونديشن، يعني اضاءه لا هي اضاءه مبهره مش سكوتوبيك مش فوتوبيك، ولا إضاءة ضلمة خالص عتمة اللي هي الاسكوبوبيك. فالمفروض إن البيبل بيتقاس في الميزوبيك كونديشن، يعني الإضاءة وأنت بتعمل البنتاكام تبقى متوسطة القوة مش قوية قوي ولا مضلمة الأوضة خالص، عشان يطلع لك الميزوبيك بيبل بالديامتر. والميزوبيك بيبل أهميته مهم، في ناس بيبقى عندها البيبل ديامتر كبير أكتر من 5 مللي مثلا، ده يعمل لك مشاكل الأبليشن زون أو بتاعتنا وإحنا بنعمل الريفراكتيف سيرجري، وكمان مع لو انت هتحط العين ده رنجات اختار له ديامتر اكبر من 5 مللي، لان 5 مللي هتعمل له مشاكل جامده جدا. طب المربع دوت اللي هو الاي او بي سام، نتيجه ان انا عندي قياس السكنس بتاعت الكورنيا، فاذا كانت الكورنيا زي ما انتم عارفين وانا بقيس بالابلانيشن تونوميتر، لو الكورنيا دي ثين هتديني اندر استيميتد اي او بي، لو الكورنيا دي ثيك هتديني اوفر استيميتد اي او بي نتيجه السكنس بتاع الكورنيا والريجيديتي بتاعتها. فاذا كان انا عندي هنا الثيكنس هنا عندي زي ما انت شايف كده كورنيا رفيع شويه 463 مايكرون في السينس لوكيشن، فهو بيقول لي ده كوركتد اي او بي بيديهولي، بيقول لي يعني ضيف على الاي او بي اللي انت هتقيسه بالجولدمان ضيف يا سيدي 3 ملم مركي. يعني اذا انت قست العيان دوت لقيته 16 لا حط له 3 يبقى العيان دوت الفعل الاي او بي بتاعه 19 ملم مركي. لو الكورنيا دي الثيكنس بتاعها عالي اكيد هيقول هيديك الرقم ده بالماينس، يقول لك شيل لي 3 4 المليمتر ميركل دول عشان تحصل على الكوركتد اي او بي. هنا طبعا اللينس ثيكنس المربع ده فاضي، لان عشان انت تقيس اللينس ثيكنس الجهاز بيقيسه بس يكون البيبل دايليتد، فاذا كان العين ده رايح يعمل بنتا كام مش شرط ان هو يبقى بيبل دايليتد، يعني اللينس ثيكنس مش مهم قوي الحقيقه. طيب تعال نشوف بقى ايه الخرائط اللي عندي اللي هي اللي انا هبص عليها، نبص عليها خريطه ونشوف جت منين الموضوع ده. احنا اتفقنا ان الاربع خرائط اللي ديسبلايد ريجولرلي هم الانتيريور ساجيتال كيرفيتشر، الاليفيشن فرونت، الاليفيشن باك، والباكي ماب. اول واحده الانتيريور الاكزلس او الساجيتال كيرفيتشر فرونت، دي يا باشا عباره عن عندك هنا هي نقط القرنية، النقط اللي على القرنية أنا بقيس التحدب بتاع هذه النقط ببساطة شديدة بالدايوبتريك باور ووقعها على هذه الخريطة. يعني هاجي للنقطة A وعشان أقيس الكراتومتريك باور بتاع النقطة A أقيس الريفراكتيف باور بتاعتها أجيب لاين وأعمله تانجنت كده للنقطة A على سطح الكورنيا واعمله تانجنت، ومن التانجنت دوت انزل بيربنديكولار على النورم، النورم دوت اللي هو جاي لي بقى ايه في الفيجوال اكسس مثلا كده او الانتروبوستير اكسس اوف ذا اي. ومن البيربنديكولار دوت للنورم ده اسمه الراديوس اوف كيرفيتشر بتاع النقطه ايه. الراديوس اوف كيرفيتشر بتاع النقطه ايه دوت هدخله في معادله، المعادله دي اجيب منها الدايوبتريك باور، الدايوبتريك باور
بتاع النقطة ايه بتساوي ان ماينس واحد، وان هو الاندكس اوف ريفراكشن بتاع الكورنيا اللي هو 1.33 75، اشيل منه واحد وديفايدد بالراديوس اوف كيرفيتشر، يطلع الراديوس اوف كيرفيتشر دوت بقى ايه 7 مللي 7.5 مللي، زي يطلع زي ما يطلع هيطلع لي ايه الريفراكتيف باور بتاع النقطه ايه. وكذلك النقطه بي كذلك اجي واعمل لها تانجنت وانزل من التانجنت بيربنديكولار على النورم واقيس ده يبقى عندي الراديوس اوف كيرفيتشر. في ناس بتبقى الراديوس مايندد بي دايكتريك باور زي حالتنا احنا هنا في مصر، واخدين ان ايه الكيهات قد ايه 49 47 42 على الكورن. في دول تانية او 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 ثقافه ديت زي مايندد بي الراديوس اوف كيرفيتشر اساسا، يعني بيفكر تفكيرهم او الحاجه الريجولر اللي ديسبلايد في مخهم كده هي الراديوس اوف كيرفيتشر، لكن احنا مخنا واخد على دايكتريك باور. السجدال كيرفيتشر ماب كانك بتمسح الكورنيا مسح بطياره من فوق، كانك يعني ايه بتاخد مسحه عامه للكورنيا بطياره. فطبعا عندك هنا في الكالر كود اللي عندنا دوت الكولد كالر، ناحيه كلما قل الريفراكتيف باور بتاع النقطه كل ما هتاخد كولد كولر، كل ما زاد الريفراكتيف باور بتاع النقطه هتاخد هوت كولرز ناحيه الريد وناحيه البيربل وما فوق. فهنا مثلا عندنا ادي النقطه دي الايه 41 و2، النقطه دي 41 و2 برضو، النقطه دي 41 و3، النقطه دي 40 وهكذا. فكل دي اللي يبقى البايكتريك باور بتاع النقط دي في الساجيتال كيرفيتشر فرونت. تمام، الرومبس دوت هي دايما علامه الكيماكس. طيب تعالى بقى ده ساجيتال كيرفيتشر باك. الساجيتال كيرفيتشر باك ما بتطلعليش يعني ريجولار، فما لهاش امان. لما تلاحظ ان هو ايه كل الباورات هنا بالماينس، زي ما قلنا الباك اوف ذا كورنيا اكت از كونكيف لينس او ماينس لينس، ماينس 5 و8 ماينس 6، يعني ده ايه الريجولار بتاعنا. يعني الخريطه دي جميله واخده كلر كودز حلوه وفيها اشكال جميله، ولكن از يوزليس ماب. يوزليس ليه؟ ان ما لهاش ارقام. يعني هنا اهم حاجه على الخريطه ان يبقى عندنا ارقام نعرف نبص عليها. طيب نيجي بقى للخريطه الثانيه، ودي ما بتظهرش ريجولر كده تطلع لك، انما انت عايز تبص عليها تبص عليها. دي اللي هي التانجنشال كيرفيتشر فرونت. التانجنشال كيرفيتشر فرونت دي ماب بتبقى فيها ديتيلز كتير قوي، هي نويزي قوي زي ما بقول لك ما بتظهرلكش، لكن لو انت عايز تروح تبص عليها تبص عليها. اهميتها ايه؟ مثلا لو عين كراتو كونس، نوع الكون بيبان حلو بالتنجنشال كيرفيتشر ماب، يعني ان الكون ده نيبل، الكون ده جلوبس، الكون ده اوفال كون، ايه قصه شكل الكون عامل ازاي مهم. الريدو مهم في تنجنشال كيرفيتشر ماب، فدي لو من الحاجات اللي انت عايز تروح تبص عليها مع الراجل التكنيشن، افتح لي لو سمحت التنجنشال كيرفيتشر ماب وجت منين، بدل ما احنا كنا بناخد بيربنديكولار من على النقطه، من على التانجنشال للنقطه ايه، لا ده انا باخد سيركل وباخد الريديوس اوف كيرفيتشر بتاع السيركل. فبتلاقي عشان كده الماب دي بتلاقيها فيري نويزي، واخد بالك؟ عينينا برضو مش واخده عليها، احنا واخدين على الساجيتال كيرفيتشر ماب. طيب دي كان واحد بقى ايه تانجنشال كيرفيتشر، واحد بيمسح الارض من على من 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 على الارض، يعني بيمسح زي اللي هو اللي بيعمل بتوع المساحه، بيمسح الارض من على سطح الارض مش من فوق، يعني يقدر يجيب تفاصيل دقيقه اكتر. تمام كده؟ تعالى بقى نخش على الاليفيشن مابس. الاليفيشن مابس دي جت منين؟ دي فكره الكمبيوتر بقى تفوق هنا علينا بقى فيها. يعني ايه؟ احنا دلوقتي لما بنيجي بنتكلم على اي معلم على سطح الكره الارضيه، والله هنتكلم على جبل سانت كاترين عندنا ارتفاعه 2200 متر مثلا، لازم زي الجمله دي نقول ان الارتفاع دوت فوق سطح البحر، لازم في ريفرنس بنرجع له. ما ينفعش نقول منخفض القطاره، ده منخفض حوالي 600 متر تحت سطح البحر، لازم ازيل بالريفرنس بتاعي، انا برجع لايه؟ يعني هو مرتفع، مرتفع عن ايه بالظبط؟ عن جبل المقطم ولا عن، لا لازم ابقى انا ايه؟ عامل ريفرنس، والريفرنس اللي احنا متفقين عليه على الكره الارضيه ان شاء الله هو سطح البحر. لكن احنا عشان نعمل الريفرنس دوت على الكورنيا، انا عايز اشوف بقى ايه؟ مطبات الكورنيا. الكورنيا دي مرتفعه مبقبقه في حته عاليه، في حته واطيه، في حته. طب انا عايز اعمل ريفرنس، اعمله ازاي؟ هنا الكمبيوتر تدخل وقال لنا ايه؟ مالكوش دعوه بالموضوع دوت،
انتوا فشلتوا ان انتوا تعملوا الريفرنس دوت، انا هعمل لكم الريفرنس دوت. طب هتعمل ايه يا عم الكمبيوتر؟ قال انا هاخد الراديي اوف كيرفيتشر بتاع النقط اللي انتوا قعدتوا تقيسوها لي دول، مش انت جايب التانجنت ونازل بي بيربنديكولار وجبت لي الراديوس اوف كيرفيتشر بتاع كل نقطه، اه انا هاخد الراديي دي كلها بتاعت الكيرفيتشر دي واقوم عامل جميعهم واقسمهم على عددهم، فيطلع عندي المين راديوس اوف كيرفيتشر. المين راديوس اوف كيرفيتشر، هاجي على المين راديوس اوف كيرفيتشر دوت واقوم راسم سفير، اقوم راسم سفير الراديوس بتاعها هو المين راديوس اوف كيرفيتشر. طب وبعدين؟ قال انا هجيب السفير دي، انا خلاص عملت السفير دي، وهاجي ادي الكورنيا وهفت السفير دي في الكورنيا، والسفير دي انا هستخدمها ان هي الريفرنس بتاعي، وهسمي السفير دي البيست فيت سفير، يعني احسن سفير عملت فيتنج في الكون، يعني من هنا جاء التسميه البيست فيت سفير. تمام كده؟ يبقى الكمبيوتر تدخل قال انا هاخد الفيديو واطلع لك المين، واطلع من المين دي سفير، والسفير دي البسها في الكورنيا، والسفير دي النقط اللي اعلى من هذه السفير هديها قيم بالبلس بالمايكرونز. يعني مثلا الحته دي ادي دي الدايره، دي الدايره الزرقاء هي البيست فيت سفير او السفير بتاعي. تمام؟ لبستها في الكورنيا اللي هو الكيرف دوت. تمام؟ طيب الحته دي من الكورنيا اوطى من السفير، فهتاخد قيمه بالماينس، تاخد ماينس 3 حسب بقى هي اوطى منها بقد ايه بالمايكرونز. دي مثلا ماينس 3 مايكرون وهكذا. طب الحته دي من الكورنيا دي اعلى من البيست فيت سفير ب 5 مايكرون، يبقى دي هتاخد قيمه بالبلس. يبقى انا عملت الريفرنس سيرفس او الريفرنس بودي اللي هو البيست فيت سفير ولبسته في الكورنيا، وعملت بقى ايه نقط بالبلس ونقط بالماينس. طيب برضو ده منظر تاني، الازرق عندي الكيرف الازرق ده هو البيست فيت سفير، والاصفر الكيرف الاصفر ده بيمثل الكورنيا. اذا الحته دي من الكورنيا طالعه فوق البيست فيت سفير، تمام؟ دي هتاخد قيم بالبلس بالمايكرونز، والحته دي من الكورنيا تحت البيست فيت سفير فهتاخد قيم بالماينس. معنى كده ان انا شكل الكورنيا دي في حته منها مبقبقه في النص كده وطالعه لي، تمام، وحته منخفضه جوه هنا. طب المنظر دوت هو ده المنظر دوت بقى بالاليفيشن مابس. الاليفيشن ماب معناها ان الحته المدوره دي هذه الجزيره الصفراء اعلى في القيم من البيست فيت سفير فواخده قيم بالبلس، والحتت اللي حواليها اللي كانها جزيره صفراء في بحر ازرق، البحر الازرق اللي هو كولد كولرز ده قيم بالماينس، يعني حتت ايه واقعه جوه البيست فيت سفير. فبالتالي المنظر دوت من المناظر اللي انا ما احبش اشوفها في الفيشن ماب، ما احبش اشوف منظر الايلاند دي، ده منظر اسمه ايلاند، جزيره صفراء في بحر من الايه المياه الزرقاء، ده منظر خطير، وده معناه ان العيان دوت ده في الغالب ده كيراتوكونس، عنده كون بدا ايه يبوظ بره الايه البيست فيت. طب يعني لما بيحصل التصوير دي حاجه اسمها الرو اليفيشن مابس، دي المابس الاليفيشن. طبعا بالنسبه لعيننا المجرده الثلاثه مابس دول، ده واحده اول واحده دي نورمال، ثاني واحده دي مايلد كيراتوكونس، ثالث واحده ده ادفانسد كيراتوكونس، المنظر بعيننا المجردة ما نقدرش نلقطها، إنما الكمبيوتر بالنسبة له الدنيا دي مختلفة تماما. فهو الفكرة كلها زي ما بقول لحضرتك هي عبارة عن assumptions وسوفت وير، والناس بتوع المهندسين والناس بتوع الكمبيوتر دول هم دول اللي بيشغلونك إحنا كدكاترة، بيخلوا عينينا المجردة البشرية الضعيفة تستطيع إن هي تلاحظ فروقات وتطلع تشخيصات من كلام حسابي كله، كلها حسابات. فلما نيجي نبص هنا هنلاقي عندنا هنا في الفرق بين طبعا العين اللي على الشمال دي ده الاليفيشن فرونت بالبيست فيت سفير 8
ملي بالفلوت مود. فلوت مود يعني اللي هو المنظر اللي هو ايه ده الفلوت مود، اللي هو ان الريفرنس بودي ملامس للكورنيا في الايه في السنتر كده، كانه ايه عامل فلوتنج يعني. فهنا العندي ده عين استجماتيك. استجماتيك طب ازاي؟ قال لك الميديان ده اللي هو دوت الميريديان اللي هو تقريبا في ال 80 دوت او 75، ده الستيب ميريديان بتاع الاستجماتيزم. طب ازاي عرف؟ قال اقول لك ان اطراف هذا الميريديان واخده قيم بماينس كتيره، الاطراف بتاعت الميريديان دوت واقعه جوه البيست فيت سفير، وهنا ده الفلات ميريديان واخد قيم بالبلس في اطرافه. فالميريديان دوت ده الايه الفلات ميريديان، والميريديان دوت ده الستيب ميريديان، يعني دوت استجماتيز وذ رول. تمام، ده منظره عامل كده شبه الاور جلاس، شبه الساعه الرمليه كده اللي هو الحته الخضراء دي، على عكس المنظر اللي على يمينك. لا ده منظر زي ما احنا لسه واصفينه، منظر ايلاند. منظر ايلاند يعني الحته اللي في النص دي حته مبقبقه وطالعه قدام البيست فيت سفير، طالعه لوحدها كده وسراوندد باي حته بلو. بلو ليه؟ لان قيمها بالماينس تحت البيست فيت سفير. اذا دوت بيعبر لي عن كون، اللي على اليمين دوت بيعبر عن كون، الايلاند دي بتعبر عن كون. يبقى ده منظر الاستجماتيزم، وده منظر الاستجماتيزم العادي القرني عاديه بس عندها استجماتيزم عالي، وده منظر الكون. ودوت بيعيد لي ليه الاستجماتيزم، اهو ادي الستيب ميريديان اطرافه مرميه جوه البيست فيت سفير، وادي الفلات ميريديان اللي هو دوت بالعرض دوت اللي هو البلو ده اطرافه فوق البيست فيت سفير، فده استجماتيزم عادي. اما دوت ده كراته كونس. ليه؟ قال لك الرينج اللي في النص، سوري الدايره اللي في النص دي الايلاند دي من بقى او طالعه وباظه لوحدها بره عامله كون. اهو ده المنظر، اهو ادي الحته اللي في النص دي اهي اللي بنتكلم فيها، الايلاند دي طالعه بره البيست فيت سفير عامله كون بره، والاطراف والاطراف هنا جوه البيست فيت سفير فعامله زي ايه البحر الازرق ده. طيب طبعا الاليفيشن باك بتاعنا الخريطه دي اكثر دقه في ان هي تكتشف بدري الكراتوكونس عن الاليفيشن فرونت، لان التشينجز بتاعت الكراتوكونس بتحصل في البوستيريور لايرز قبل الايه الانتيريور لايرز بتاعت الكور. نرجع تاني للمنظر بتاع البرنت بتاعنا، الارقام على الشمال الخرائط على اليمين، ونكمل في نقطه كمان اسمها الانانشن مورفيزم، يعني اللي هي الميرور ايمج، اللي هي احنا هناخدها ان احنا بنتكلم على العلاقه بين العينين الاثنين. يعني الانانشن مورفيزم يعني الميرور ايمج ده للايدين كده، يعني زي مثلا تيجي تبص على عيان زي دوت، ده البو تاي بتاعه او السيمتريك البو تاي بتاعه، تلاقي عيان كده دايما عنده ايه مايوب او استجماتيك، عين استجماتيك، تلاقي الاستجماتيزم بتاعه هنا الاكسس بتاعه 45، الناحيه الثانيه مثلا 140 او 135، تلاقي ايه يعني حته الميرور ايمجنج دي موجوده. فاحنا الميرور ايمجنج دي احنا هناخدها ان احنا نتكلم على الفرق بين العينين الاثنين، الفروقات بينهم، وازاي اقارن او ابص على العينين الاثنين بتوع العيانين. يعني مثلا لما يكون عيان رايح يعمل عيان انايزومتروب رايح يعمل ريفراكتيف سيرجري في عين، وساعات الناس يقولوا ايه انت صورت العينين الاثنين ليه؟ لا، صور العينين الاثنين عشان تصوير العينين الاثنين ومقارنتهم مهمه جدا، ممكن تغير الديسيجن بتاعك. طيب نيجي بقى لبعض الايه حاجات كده اللي كنا بنتكلم فيها برضو مع في البنتاكام، وهي الكورنيال ثيكنس كيرفيتشرز بقى بتاعتنا. في واحد برازيلي راجل مشهور اسمه امبروزيو، ريناتو امبروزيو. البرازيليين انت عارف بيحبوا الكوره، فهو الراجل ده حب الكورنيا وقعد درس الكورنيا، درس الكورنيا وقال طلع بيه كيرفين وبعض الحاجات التانية في البنتاكام برضو عملها لنا. قال ايه بقى؟ قال لك انا هدرس الثيكنس في نقطة الباكي ايبكس اللي هو الكورنيال سنتر، وكذلك الثيكنس عند 2 ملي، والثيكنس عند 4 ملي، وعند 6 وهكذا، وانا رايح للبريفري، وهوقع الثيكنس دوت بالمايكرونز على الايه
الجريدنج دوت، تمام. فهنا السيكنس بين يعني 500 وحاجه مثلا، 400 وحاجه يعني، وهكذا. وبعمل كيرف كده، الكيرف دوت بيعبر لي عن زياده الثيكنس من السنتر للبريفري. فطبعا دي حقيقه اناتوميكيه ان الكورنيا الثيكنس بتاعها مور ثيكر في البريفري، وانت رايح ناحيه السنتر الثيكنس ده بيقل تدريجيا، ولكنه بيقل بتدريج بالراحه، مش بيحصل فيه انهيار. لما انا الاقي الكيرف دوت تمام بين الخطين، يعني ريناتو امبروزيو عمل قال لك التو دوتد بلاك لاينز دول النورمال، ما دام الكيرف ماشي في النورمال ده الكيرف ده كده ماشي طبيعي، وما دام الكيرف ما بيوقعش بينهار بسرعه قبل ال 6 مللي ده كده نورمال. يبقى احنا كده ايه، الكيرف بتاعنا يكون بين التو دوتد لاينز دول وما يكونش بينهار بسرعه قبل ال 6 مللي. بينهار بسرعه قبل ال 6 مللي يعني معنى كده ان الثيكنس كان كبير في البريفري وكويس، وانت رايح ناحيه السنتر بيحصل له انهيار سريع، هتلاقي الكيرف قبل ما يوصل ل 6 مللي بيقع كده مره واحده. فدوت من الحاجات اللي تقلقك وتقول لك ان ده ممكن تكون حاله كيراتوكونس او اكتاتيك كورنيال ديزيز. فيبقى احنا ايه هنا في الكيرف دوت بتاع مستر ريناتو امبروزيو يكون واقع بين التو دوت لاينز وما يكونش يحصل له انهيار سريع قبل ال 6 مللي. ده مستر امبروزيو. الكيرف الثاني اللي عمله الراجل دوت هو بيحسب لي البروجريشن برسنتج بتاع الكورنيا، كورنيال ثيكنس برضو هنا بالبرسنتج بقى من السنتر للبريفري، وعمل برضو التو دوت لاينز دول اذا كان الكيرف دوت يقع بين التو دوت لاينز البلاك لاينز يبقى ده كده كيرف طبيعي وزي الفل، اما اذا وقع براهم يبقى كده ده كيرف مش طبيعي وكده. يعني هنا البروجريشن بتاع الكورنيال ثيكنس كيرفيتشر بالبرسنتج، الكيرف ده واقع بره النورمال ده كده كيراتوكونس. هنتكلم بقى بعد كده على ازاي نقرا انت كام في نقط، ونخليها مره ثانيه ان شاء الله. واشكر حضرتك.